مرحبا. اهلا وسهلا. ازيكم؟ صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا نور؟ اهلا وسهلا. اتفضلي. ازيك يا ايهاب؟ صباح الخير. اخبارك امجد؟ عشان ما يبقاش اهلا وسهلا. تمام. شرفتي نورتي. اهلا وسهلا فيكي. حابين تخبرينا اكثر فعلا عن هذا العالم اللي انا من الناس لسه الموضوع غامض بالنسبه لي. ما بعرف شو النظام اللي بتتبعوه غالبا. اوكي، اولا في فرق ما بين التنويم الايحائي والتنويم المغناطيسي. ممتاز. دي اول حاجه. شو الفرق؟ الفرق ان التنويم المغناطيسي من اسمه، هم كانوا زمان ده من ايام العهد الاوروبي يعني الايام زمان قوي، من 1800 وحاجه كانوا بيعملوا حاجه اسمها علاج بالمغناطيس. كان قبل التنويم الايحائي حاجه طلعت تنويم بالمغناطيس، وفعلا كانوا اللي هم بتوع الكنيسه البابا كانوا بيعالجوا الناس فعلا من بالمغناطيس. كانوا بيمسكوا المغناطيس ويحطوها هنا في اللي هم بيقولوا عليها مثلا الشاكرا الثالثه مثلا هنا، وبيعملوا لها كده شويه حاجات وما اعرفش ايه، ويقولوا لك كده ان هو تعالج. وفي فعلا الناس كانت بتتعالج، بس اكتشفوا ان هي النقطه ان مش المغناطيس هو اللي كان بيعالج. بقى من هنا طلع التنويم الايحائي، ان ان طلع ان مش المغناطيس السبب ان الشخص بيجي عشان هو عايز يتعالج ونفسيا مؤمن ان في علاج، والايحاءات بتاعه الكلام بتاعه الشخص نفسه هي اللي بتخلي الواحد يبدا يتعالج. فمن هنا طلعت كلمه تنويم الايحاء. تعرف شو تذكرت هلا؟ بتاعه الافلام صح وكده، وتنام والحاجات دي. للاسف الايمج اللي متاخده من الافلام ومن المسلسلات اخذ شيء كتير غلط، كتير قوي عن هذا الموضوع، ورايح صوب الضحك اكتر. ترو. وانتوا هلا يمكن عم تتعذبوا وتترجعوا. أيوة أيوة توصلوا فعلاً للعالم صح. انه صح. لا يا عم مش هيدا. ايوه ايوه يعني صح. اول حاجه انه دايما يقولوا لي تنويم مغناطيسي، اقول لهم بصوا لا، المغناطيسي حاجه ودي دراسه، والتنويم الايحائي حاجه ثانيه خالص. التنويم الايحائي من كلمته ايحائي، يعني انا بيوحي بكلمات معينه للشخص، فاللي قدامي بيبدا بقى يحصل في حاله تنويم. حالة التنويم دي ما بتبقاش برضو التنويم اللي هو زي الأفلام ده، وأنا هعمل بندول كده وهنام وفجأة وهيغمى عليا والكلام ده كله وهمشي. الكلام ده ما بيحصلش. التنويم الإيحائي الشخص بيبقى واعي، بس بيبقى لأن يعني لازم أبقى مفهمة نقطة الأول، إن الواحد بيبقى عنده العقل الواعي والعقل اللاواعي. فهنا بيحصل إيه؟ إن إحنا العقل الواعي، عشان برضو دي لازم قبل ما أنا أعمل التنويم الإيحائي، وده اللي أنا بفهمه دايما للناس حتى ما بيجوا يتعالجوا أو إن هم جايين يعملوا تنويم إيحائي، مش لازم يتعالجوا يعني، ساعات بنعمل التنويم الإيحائي وده اللي هكلمكم عنه في حالات إن الواحد عايز يفصل، عايز يعمل فوائده وإيجابياته. بس قبل ما أوصل النقطة دي، بيجي في حاجة عندنا العقل الواعي والعقل اللاواعي. طبعا العقل الواعي اكتشفوا علميا ان هو ماسك 5% من 10 to 5%، يعني في دراسه كده بتقول، في دراسه كده يعني العقل اللاواعي بيمسك من عندنا 90% من عقلنا، بيتحكم فينا. يعني انت عقلك اللاواعي يتحكم في 90% من افعالنا. العقل الواعي بياخد بالظبط بيقول لك من 5 to 7 ماكسيمم معلومه في الدقيقه. في الثانيه بياخد العقل اللاواعي يقدر يستوعب من 7 to 10 مليار معلومه في الثانيه. يعني انت يعني في الثانيه فانت متخيله الفرق ما بين ده وما بين هنا. فبيجي بقى ايه اللي بيحصل، ان احنا بنستعمل ال 5% او 10% اللي هي العقل الواعي، ونسيب بقيه ال 90% دي او ال 95% في العقل اللاواعي. نبدا نركز على نقطه معينه، فيبدا يجي بقى هنا التوتر والقلق والاكتئاب وكل الامراض اللي حاصله في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني فبيحصل ايه بقى في التنويم الايحائي؟ التنويم الايحائي بيجي يركز على العقل اللاواعي. أكيد. بياخدك في مرحلة اسمها مرحلة الألفة. المرحلة الألفة دي بتبقى مرحلة قبل مرحلة النوم العميق، بيكون الواحد فيها يعني ساعات انت كده بتتفرج على التلفزيون مثلا او بتتفرج على التلفزيون وتغفل، وتيجي تقول لك مثلا زوجتك او زوجك او اي حد، مامتك باباكي قاعد جنبك، انت كنت نايمه، تقول لهم لا انا كنت حاسه بكل حاجه وسامعه احيانا صح. هو ده التنويم الايحائي، ان 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 اي حاجه ممكن قدامك ساعات ممكن تسرحي في حاجه، فالشخص اللي قدامك يعني انت مش الفصله قصدك انت. ايوه الفصله دي هي دي بين مرحله النوم والوعي. أيوة. هو انت مش فاصل، انت سلمت يعني القياده للعقل اللاواعي. طيب في مثلا اذا انا جيت عندك وبدي تنويم مغناطيسي عفوا ايحائي، ايوه بالظبط، في اسئله معينه بتختلف من شخص لشخص او حسب شو انت بتقرري تاخذي الخطوه الاولى ببدايه هاي العمليه؟ بصي سؤال حلو قوي. اول حاجه التنويم الايحائي ممكن يتعمل كعلاج وممكن يتعمل زي المديتيشن، يعني انا بعمله الاثنين. في ناس بتيجي عايزه على حاجه لان هو بيعالج حاجات كتير قوي، وفي حاجات انا مثلا اكتشفته من تجربتي ومن انا لما طبقته مع نفسي ولما كنت بدرسه انه عمل معايا حاجات وانا كنتش محتاجه مثلا علاج فيه، انا كنت بتعلمه ليا انا.
اكتشفت ان هو ليه فوائد تانية عملت معايا. فمن هنا بقى جت فكرة ان انا بدأت اعمل ورش، اللي هي عندي حتى اللي هي النهاردة عندي ورشة ان انا هعمل فيها تنوين جماعي إيحائي. بيحصل ايه؟ بنتكلم في نقطه معينه بتبقى من بتبقى التنويم الايحائي ما يزيدش المفروض من 45 مينتس، بيبقى في حاجه معينه احنا مثلا كلنا عايزين نوصل لها، اوكي متفقين على مثلا هدف، مثلا ان احنا عايزين نرجع للانر شايلد بتاعنا، عايزين المشكله عندنا في الانر شايلد، عايزين هدف نوصل لهدف، كلنا عايزين نوصل لهدف، انت ليك هدف، هي انت ليك هدف، هي هم انتوا ليكم هدف، بس كلنا لينا هدف. بس الكلام ايحائيات معينه، هذا الشيء وقت بتعمل ايوه في ايحاء معين بطريقه معينه بتوصلك كل واحد فينا للحاجه اللي هو عايزها. طيب معلش بس يا عم روح عم بسال كنا. طيب تعملوا هيك مثل سيركل مظبوط؟ لا لا مش شرط سيركل، لا 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 مش شرط سيركل، لا 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 بتبقى بص هي اهم حاجه فيها، هي ليها شروط طبعا الموضوع التنويع حقيقي، اهم حاجه ان انت تبقى جاي عايز فعلا تغير، عايز توصل للحاجه دي. ما ينفعش انا جايه يعني انا جاي بقى ادفنتشر وجاي اتسلى واشوف ايه الموضوع ده، مش هيحصل معك حاجه. التنويم اللي بيجي عايز يعمله اوكي مبدئيا انا ما بعملوش لاي حد، يعني اللي بيعمله ده لازم يكون عنده فكره عنده ويكون فاهم يعني عقل اللاواعي. عشان كده قلت لك من الاول حبيت ان انا افهمكم ايه هو العقل الواعي وايه العقل اللاواعي. اوكي عايز يجي فيه تحضيرات طبعا معينه، اول حاجه ان انت تكون اصلا بليف في الموضوع، يعني ان انت عايز حاجه وعايز تعملها نفسياً. وبص اغلب الناس اللي بتيجي بقى عندها وعي، ليه وعي بالموضوع؟ يعني مثلا ايه، انا رايحه اعمل تنويم ايحائي، فانا عشان اروح اعمل تنويم ايحائي لازم انا ابقى عارفه عندي حاجه. ليه بنعمل تنويم ايحائي؟ عشان اوصل لنقطتك. في ناس بيجوا يعملوا عشان يوصلوا لهدف معين، وفي واحد عايز يتعالج من صدمه، في واحد عنده صراعات نفسيه، في واحد عنده قلق، في واحد عنده ارق، في كل واحد عنده اي حاجه معينه جايه عشانها. فاللي بيبقى عنده مشكله ده بيبقى لوحده، بتعمل له جلسات لوحده وبيتعمل له حاجه معينه كونتينيوس مع البرمجه مع الكوتشنج، لان برضو انا ليا طريقه معينه في ان انا بعملها. فما بوصلش للتنويم الايحائي من اول جلسه، لان انا لازم اهيئ اللي قدامي، لاني انا ما بتعاملش مع العقل الواعي، انا بتعامل مع العقل اللاواعي. فانا مش عارفه الليفل اللي شغال عندك العقل اللاواعي عن مثلا نواره او دعاء، انا عارفه انا عقلك الواعي لازم اعرف انت في اني ليفل هتتقبل معايا ولا لا. فلازم ااهلك. الناس اللي بتيجي في الجلسه دي بتبقى اغلبها بتعمل معايا لجلسات لاستشارات، لعندها فكره، عارفين ان هم جايين لهدف معين جايين يعملوه. طيب انا عشان اعمل الهدف ده قلت لك اول شرط لازم انا اكون عندي الرغبه ان انا عايز اعمل الحاجه دي، عايز اغير، عايز اتخلى عن الموضوع، عايز اعمل. طب انا ليه بروح للتنويم الايحائي؟ لاني انا بعقلي الواعي بالجلسات العاديه اذا كان كوتشنج، اذا كان ممكن دكتور نفسي، او اذا كان اي حاجه، مش عارف اوصل لنتيجه. اوكي فده بيكون بسبب ايه؟ لان الموضوع تراكم عندي من زمان، من الشايلدهود اللي انا مش فاكرها، اللي هي ذاكره المشاعر اللي دي اتولدنا فيها، بتبقى ممكن حاجه واحنا لسه في بطن مامتنا وبابانا. بس المشاعر يعني مثلا اذا مثلا كان طبع موجود بالشخص او برمجة. مثلا عاده سيئه مثلا مثل الغضب او شيء، هل فينا كمان نغير العادات طبعًا اللي ربينا عليها مثلا؟ طبعا طبعا، لان دي برمجه. اي سلوك ما هي فكره اصبحت مرتبطه بمشاعر، فبقت بتخرج بايه؟ بسلوك. ليه حصل التسلسل ده؟ حصل بسبب ان الواحد اتبرمج على الحاجه، يعني بقى عنده موضوع ان هو بقى عنده برمجه على شيء بسبب اهله، بسبب حاجه. بس انا بكلمك على التنويم الايحائي، انه انت دلوقتي في حاجات واعيه بيها، دي من الجلسات العاديه الكوتشنج او اللي هي 1 تو 1 سيشن اللي هي بتبقى على وعي. طب بس سوري عندي لك سؤال، انت كنت عم تقولي يكون عارف شو بده. هلا في فئه كثير كبيره من الناس بتقول انه هاي القصص خزعبلات. بالضبط. كيف انا بدي اجيب مثلا قناعه مثلا انه هذه مش بالضبط، جيب القناعه على هدول الناس انه لا ها مو خزعبلات، هذا علم ودراسه وغيره. بصي هقول لك، هو علم ودراسه لانه اوريدي مكتوب له كتب وعلم والكلام ده كله، مش انا اللي طبعا اللي عاملاه. فلو اي حد حب يعمل جوجل سيرش عليه هيلاقيه، دي مبدئيا اول حاجه. تاني حاجه، في فيديوهات كتير قوي للناس فعلا حصل معاهم الموضوع ده. تالت حاجه، زي ما قلت لك لازم يبقى عنده تعريف، ما ينفعش حد فعلا يجي واقول له انا هعمل لك تنويم ايحائي. زي ما انا بقول لواحد مثلا انا عندك ايه عقلك اللاواعي، لازم الواحد يكون عنده وعي بالشيء، لازم افهمه. لو هو مش فاهم بقى انا بفهمه، زي ما انا دلوقتي بقول لكم ان الواحد مثلا عشان يوصل للتنويم الايحائي ده ما ينفعش ان هو اول جلسه يعملها تنويم ايحائي. مظبوط. لازم يعني يبقى قاعد في خطوات، في امور لازم يكون عارفها قبل ما يفوت يعني معك بالجلسه. صراحه يعني حكي كثير حلو ويمكن غريب علينا. بس شو رايك تنومينا ايحائي؟ لا هو ما ينفعش كده، لا طبعا لازم ليها واحد ليها واحد بس واحد. اول حاجه الواحد لازم يعمل تنفس استرخاء. خلاص نجرب بعد الفاصل. شكرا لك لميس، حديثك لا يمل. أوكي. اكيد راح نستفيد منك كثير واكثر. شكرا. راح اتنوم معك ايحائي هلا وافصل عن العالم الخارجي بعد البريك. يلا. اوكي ميرسي، شكرا.